مساء الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا كلكم بألف خير. النهاردة الفيديو بتاعي فيديو جديد وجميل جدا وحلو جدا للناس اللي هم يعني ما بيزيدوش وزن، تمام؟ انا يعني بسعى ان انا دايما اجيب الحاجة اللي هي بتبقى فعلا تجيب من الاخر. بس عايزة اقول لكم، اللي هيبص عندي في القناة هيلاقي اكتر من حاجة خاصة بزيادة الوزن. طيب ايهما افضل؟ يعني انا مثلا عملت كذا فيديو لكذا منتج حاجات بتزود الوزن، ايهما افضل؟ لا، هو ما بيتقالش ايهما افضل، هو يتقال اي يعني ايهما يناسبني، اكتر حاجة بتناسبني، اكتر حاجة جسمي بيستجيب معاها للوزن وفي استجابة لزيادة الوزن، تمام؟ يعني اكتر زي ما احنا قلنا من فيديو في قناتي، منتجات بالصيدلية ومنتجات برشام بيزود برضو وزن واكتر من حاجة، تمام؟ النهاردة جاي لكم بمنتج جديد وحلو جدا، بيتباع في الشركات وبيتباع في الجيم، وهو لزيادة الوزن. طيب ايه هو؟ هو ماس جينر، اهو ادي الاسم ماس جينر. طيب ايه هو ماس جينر ده؟ ده في منه طعمين، اللي هو بقى طعمه طعم بالشوكولاتة وطعم بالفراولة. ده بالفراولة اهو زي ما احنا شايفين، ده فراولة. طيب عبارة عن ايه؟ اول حاجة نشوف كده الكيس من جوه. بصوا ده عبارة اهو يا جماعة، ادي الكيس من جوه، ريحته طبعا فراولة، ماشي؟ ادي اهو عبارة عن بودر زي ما احنا شايفين اهو، وبريحة الفراولة، وريحته نفاذة جميلة جدا جدا، وخصوصا الناس اللي بتحب الفراولة هتحب طعمه جدا. عايزة اقول لكم، مجرد ما انا فتحت الكيس على كده، الكيس اهو مفتوح، تمام؟ الريحة بتاعت الفراولة ملت المكان. طيب ده عبارة عن ايه؟ اول حاجة الكيس ده عبارة عن 2 كيلو 700، ماشي؟ ادي اهو تحت كده معايا اهو 2 كيلو و700. طيب ده ايه؟ زي ما احنا شايفين الكالوريز بتاعه 530، يعني فيه كالوريز عالي. 40 ده البروتين 40، وعندنا الكاربس 87، وهنا الفات 2 اللي هو الدهون، الدهون بتاعته 2. طيب ده زي ما احنا قلنا بيتباع في الجيم، هو سعره 300 جنيه، ماشي؟ سعره 300 جنيه مصري. هنا من دراجون فارما، شركة دراجون يعني هي شركة التمساح. طيب نقرا كده المكتوب عليه واقول لكم طريقة استعماله وكل حاجة. أول حاجة المكونات بتاعته، بنقول هنا أضف 4 مكيال من جريفين ماس جينر اللي هو الخليط ده في خلاط، أو مثلا إزازة كده محكمة الغلق، يعني هنحط فيها 4 مكيال من المعلقة اللي هي موجودة جوه دي، هوريها لكم تاني. تحطوا منها 4 على إيه بقى؟ على 500 مللي، يعني نص لتر من المية الباردة، يتخلطوا لمدة 30 أو 60 ثانية، خلاص؟ علشان نحصل على إيه؟ مخفوق أكثر سمكا ودسما وسعرات حرارية أعلى. لو عايزين سعرات حرارية أعلى بنحط حليب بس خالي الدسم. ليه قلنا خالي الدسم وقلناش كامل الدسم؟ لأن هو مكون، عايزة أقول لكم، قوي جدا، بروتينات عالية جدا، يعني عايزة أقول، مش هقول تقيل، لكن إلى حد ما بروتين عالي، تمام؟ فلو عايزين نعمله بحليب هيبقى خالي الدسم. هنا كاتبين على نص لتر من المية، يعني 2 كوباية من المية أو 500 مللي، يعني نص لتر ماء بارد. طيب لو هنستخدمه بين الوجبات، مكتوب عليه كل الطريقة اهي بتاعته. لو بين الوجبات هنتناول نص الجرعة. يعني ايه الجرعة دي؟ الجرعة احنا قلنا 4 مكيال، هيبقى مكيالين، ماشي؟ لزيادة السعرات اليومية. طيب الناس اللي بقى بتروح جيم، اولادنا الشباب، الرجالة بتنزل الجيم، بيستخدموه ازاي؟ بيتناولوا برضو نص الجرعة دي اللي هو 2 من المكيال في خلال 45 دقيقة من انتهاء التمارين.
تمام بعد التمرين ما بيخلص ب 45 دقيقة. ليه؟ عشان تغذية العضلات وسرعة تعافي الجسم. طيب لو هنستخدمه هنا قبل النوم، شايفين هو مكتوب قبل النوم. نصيحة مني ما يستخدمش قبل النوم مباشرة، لا هيبقى تقيل قوي على المعدة زي ما احنا قلنا عشان بروتين عالي. هيبقى ساعة قبل النوم، يعني قبل ما ننام بساعة نستخدمه. برضو نص الجرعة اللي هي مكيالين دي تغذية لتغذية الجسم أثناء النوم. خلاص طيب تركيبته بقى هقراكم التركيبة بتاعته. هو عبارة عن تركيبة مصممة لزيادة الوزن مع زيادة كتلة العضلة دون إضافة دهون. كل جرعة توفر 530 سعرة حرارية بالإضافة إلى 40 جرام بروتين المركب من 5 مصادر مختلفة لضمان أعلى قيمة بيولوجية، ويتم تحميلها مع 87 جرام من الكربوهيدرات المركبة التي تمدك بطاقة مستديمة لزيادة القدرة على التحمل أثناء تمرين الشاق. تمام؟ طيب ده عبارة عن إيه يا جماعة؟ زي ما إحنا قلنا هنقول تاني، آدي أهي الجرعة اللي هي الأربعة مكيال بتاعنا دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن سعرات اللي هي الكالوريز دي 530 سعر حراري، والدهون 2 جرام دهون مشبعة، 5 جرام كوليسترول، 0 كوليسترول مفهوش كوليسترول خالص، صوديوم 145، بوتاسيوم 530، تمام؟ السكريات عندنا 3 جرام بس من السكريات. طيب زي ما احنا قلنا ماس جينر ده حلو جدا للناس اللي حابه تزود وزنها، تختار الطعم اللي هي حباه زي ما احنا قلنا بالشوكولاته وبالفراوله. طيب في تحذير هنا برضو جميل جدا، يعني يا ريت الناس تنتبه ليه. بصوا يا جماعه بيقول لك ان المنتج ده لا يستخدم لايه؟ المنتج ده فقط للبالغين الاصحاء الذين تبلغ اعمارهم 18 عاما فيما فوق، يعني من 18 سنه نستخدمه بس، يعني اطفال لا ما ينفعش اقل من 18 سنه. طيب لا تستخدميه في حاله الحمل او الرضاعه، برضو الحوامل والناس والستات اللي بترضع برضو لا، قبل استشاره الطبيب او اخصائي الايه الرعايه الصحيه، يعني الدكتور بتاعك وكده. بس انا بنصح ان الحوامل والمرضعات لا خلاص. والناس بقى اللي عندها تاريخ عائلي من امراض القلب وامراض الغده الدرقيه والسكري وارتفاع ضغط الدم والاكتئاب او امراض نفسيه اخرى يا ريت ما يستخدموش المنتج ده. يعني بمعنى صح احنا قلنا الاصحاء اللي ما عندهمش مشاكل صحيه الاكتر من 18 سنه، يعني 18 سنه فيما فوق، الحوام والمرضعات لا. اتمنى الفيديو بتاعي يا رب كده يعجبكم، وزي ما احنا قلنا بجيب لكم الحاجات اللي هي بتزود للوزن الامنه الصحيه اللي بتناسب الجميع. ان شاء الله الفيديو بتاعي ده يعجبكم، والناس اللي بتعاني من نحافه شديده تسال على المنتج ده ماس جينر وتجيبه. شكرا ليكم، مع السلامه.